كيف حالكم؟ ماذا كانت القصة الماضية؟ كانت قصة المغني الرائع الذي يغني عن رجاء السماوات. يا ترى ذا أي حلم سنقابل اليوم؟ هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ ما هذه الرائحة الحلوة؟ واو، هذه الكعكة تبدو لذيذة جدا. هنا محل لبيع الكثير من الكعكات والبسكويت والخبز، وهذه الخبازة هي من يصنع الخبز والبسكويت. سلمي عليها. مرحبا، هل أنت من تصنعين كل هذه الأشياء اللذيذة؟ مرحبا بك أيتها الطفلة الصغيرة. صحيح، أعمل العجينة بالشكل الذي أريده وبعد ذلك أضعها في الفرن وينتهي الموضوع. هل تريدين أنت أيضاً أن تصنعي الشكل؟ نعم، أريد أن أحاول. يا أيتها الخبازة، قد صنعت هكذا، ما رأيك؟ واو، أنت أيضاً لديك موهبة، أحسنت. أشعر بالفرح الكبير عندما أرى الناس يأكلون الخبز والبسكويت الذي صنعته ويستمتعون به. تذوقيها لاحقاً. هيا نرسم الخبازة والبنت. We'll be right back.
والآن هيا بنا لونوا. أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال ليلونوا بحرية بالألوان التي يريدونها. تتصورون أي لون سيجعل الرسم جميلاً ولطيفاً؟
الماضي هكذا بشكل خفيف تبدو كأنها ملابس بيضاء. شيء يا أصدقائي، كيف كانت قصة اليوم؟ هل تحبون الخبز والبسكويت يا أصدقائي؟ أنا أحبهما جدا. أرسموا بشكل جميل وأنتم تتخيلون أنكم تصنعون الحلويات بأنفسكم يا أصدقائي. قد عرفنا أن الخباز الذي يصنع الحلويات اللذيذة أيضا حلم رائع جدا. هيا نتقابل في المحاضرة القادمة ونتطلع لمعرفة حلم مختلف سيقدمه الملاك لنا. إلى اللقاء.